السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم في درس جديد من دروس النحو الجملة الفعلية. اللي احنا خدنا قبل كده الجملة الاسمية، هنستكمل بقى الجملة الفعلية. الجملة الفعلية دي يا ولاد أول حاجة بتتكون من ركنين أساسيين، أول حاجة الفعل والفاعل، الفعل والفاعل. طيب إيه هو الفعل يا مس؟ الفعل ده عبارة عن حدث، حاجة ينفع تتعمل أو اتعملت، حاجة ينفع تتعمل أو اتعملت، زي قام، زي ينام، زي يشرب. دي الحاجة دي ينفع تتعمل، ينفع ينام، ينفع يشرب. طب مدرسة ينفع تتعمل؟ لا. ينفع تعمل مدرسة؟ مش تبنيها، لا، تعملها بحواسك ينفع؟ لا. يبقى مدرسة دي اصلا مش فعل. طيب الفعل، عندي ثلاث انواع من الفعل، واحنا خدناه قبل كده في اقسام الكلام. خدنا فعل ماض وفعل مضارع وفعل امر. فعل ماض يعني ده حدث انتهى خلاص، لعب، اكل، شرب. طيب الفعل المضارع مثلا زي ينام، يذاكر، يجتهد. الفعل الامر بأمرك فيه، اجتهد، ذاكر. ديت التلات افعال، التلات انواع بتوع الفعل. يعني الجملة الفعلية انا قلت بتبتدي بفعل، اي نوع من انواع الفعل دي. طيب الركن الثاني والاساسي انه يكون موجود فيها الفاعل. يعني ايه يا مس الفاعل ده؟ الفاعل ده هو اللي عمل الفعل. زي ايه؟ يعني مثلا شرب اخوك اللبن، شرب دي فعل ماض. مين اللي شرب؟ اخوك. مين اللي عمل الفعل؟ اخوك. طيب احيانا يا سنه رابعه في المكونات بالجمله الفعليه، انا قلت الركنين الاساسيين اللي هو الفعل والفاعل، احيانا يكون موجود المفعول به. يعني ايه مفعول به يا مس؟ المفعول به هو الحاجه اللي الفاعل عملها. خدت بالك ان هي جايه بالترتيب كده ورا بعض؟ ايه هو الفاعل؟ قلنا اللي عمل الفعل. وقلت ايه هو المفعول به؟ قلت الحاجه اللي الفاعل عملها. طيب تيجي نشوف كده امثله عشان نفهم اكتر. تمام، تعالى نقولي كده رقم واحد في الامثله. شرح المعلم الدرس. اول حاجه شرح دي مالها؟ دي فعل، ما هيش اسم اهي، يعني انا شغاله دلوقتي في الجمله الفعليه. شرح فعل ماض. طيب المعلم فاعل لانه هو اللي عمل الفعل. طيب انا عايز اعرف الفاعل، اسال بكلمه من وهو هيرد عليك. اسال الفعل كده بكلمه من، هيرد عليك. من شرح؟ مين اللي شرح؟ انت رديت اهو، لقيته قال لك ايه؟ المعلم. يبقى المعلم دي فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. دايما الفاعل بيكون لما بيبقى مفرد بيبقى مرفوع وعلامه رفعه الضمه، وده اللي عليك السنه دي، ان عليك الفعل المرفوع ده مرفوع علامه رفع الضمه لما بيكون مفرد. شرح المعلم الدرس. الدرس هنا عربها ايه؟ ايه موقعها في الجمله دي؟ الدرس هنا دي مفعول به. طب انا عرفت ازاي ان هي مفعول به؟ ان هي جت بعد الفعل؟ لا، اسال بكلمه ماذا والجمله هترد عليك. ماذا شرح المعلم؟ رد قال لك شرح ايه؟ شرح الدرس. طيب انت نسيت وايه مش فاكر انك بتسال عن الفاعل بكلمه من او بتسال عن المفعول بكلمه ماذا. اسال كده وانت بالعاميه كده، وانت بتسال بتقول كده شرح، قول كده هو مين اللي شرح؟ رديت قلت مين؟ المعلم. يبقى المعلم ملا، دي فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضم. طب في المفعول به شرح المعلم، شرح ايه؟ شرح الدرس. يبقى الدرس مالها؟ مفعول به منصوب وعلامه نصب الفتحه. دايما المفعول به بيجي منصوب وعلامه نصب الفتحه. يبقى انا دلوقتي في المثال الاولاني عرفت ان الجمله الفعليه بتتكون وبتجي اول حاجه الفعل، سواء بقى فعل ماضي او مضارع او امر. طيب الفاعل بسال عنه بكلمه ايه؟ بسال عنه بكلمه من المن دي للعاقل. طيب بسأل عن المفعول بكلمة ايه؟ بكلمة ماذا. طب تعالى كده نكرر في الجملة التانية، بيقول لي يزرع الفلاح، يزرع الفلاح الأرض. يزرع فعل ماله؟ فعل مضارع، هو ما زرعش من زمان، هو بيزرع دلوقتي. يزرع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هتلاقي على العين كده بيجي عليها ضمة صغيرة كده في الامتحان. طيب يلا نسأل بقى عشان يرد الفاعل، بسأل بكلمة ايه؟ بمن. من يزرع؟ رد قال لي مين؟ الفلاح. يبقى الفلاح مالها؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تمام، يبقى الجملة هي اتكونت من فعل وفاعل اساسيين اهم،
تعالى بيقول لي يزرع الفلاح الارض، يلا عشان اشوف ادور على المفعول بأسأل بكلمه ايه، بسأل بكلمه ماذا، ماذا يزرع الفلاح، رد قال لي الايه، انا سامعك انت بتقول اهو الارض، يبقى الارض دي مالها؟ مفعول ب منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طيب نشوف كده، صلى في المسجد المسلمات، صلى دي فعل ايه؟ فعل ماضي، تمام. في دي خدناها حرف من حروف الايه؟ حرف من حروف الجر. المسجد، المسجد هنا اسم مجرور وعلامة جر الكسرة، يبقى دي معلومة زيادة، هي بيقول ان حرف من حروف الجر، اي حرف من حروف الجر اللي هي ايه، كانت حروف الجر من الى عن على في، حرف الباء والكاف واللام، دي حروف الجر، اللي بيجي بعديها على طول اسمه اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، تمام. انا قلت ان صلى دي الفعل الماضي، طيب يلا عشان ادور على الفعل، هو الفعل ما جاش ورا الفعل على طول اهوت، من صلى في المسجد؟ مين؟ قال لي المسلمات، يبقى المسلمات دي مالها؟ فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب عدت الام في مطبخها الطعام، عدت، عدت دي فعل ايه؟ دي فعل ماضي، ماشي، من اعدت؟ الام، يبقى الام دي مالها؟ مين اللي بسأل عنه بكلمة من؟ ده الفاعل، يبقى الام فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. في لسه قايلينها حرف جر، مطبخها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. من اعدت من؟ وقلنا اللي اعدت الام، طب يلا عشان ندور كده نلاقي المفعول به، ماذا اعدت الام في مطبخها؟ ها اعدت ايه؟ اعدت الطعام، يبقى الطعام مالها؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، تمام. بعد كده بيقول لي رقم 5، اجتهد في دروسك. انت خدت بالك فوق ان الفاعل في بعض الامثله جه ورا الفعل، وخدت بالك في المثال رقم 3 ان الفاعل مش ضروري ان هو يجي ورا الفعل، جه في الاخر اهوت في اخر الجمله. طب ما تيجي نشوف كده، هو الفاعل ضروري ان هو ما يجيش بقى؟ ممكن ما يجيش، دايما في الفعل الامر الفاعل ما بيبقاش موجود، بيبقى لابس طاقيه لخفه كده، مستخبي مش باين. طب بص في رقم 5، اجتهد في دروسك، اجتهد دي فعل ايه؟ فعل امر. طيب في حرف جر، دروسك اللي بيجي بعد حرف الجر ايه؟ اسم مجرور وعلامه جره الكسره. طب ما تيجي ندور عن الفاعل، ما انت لسه قايل ان اجتهد فعل. طب من اجتهد؟ مين اللي اجتهد؟ انت. طب هو انت دي مكتوبه؟ لا مستخبيه، لابسه طاقيه لفه ومستخبيه. بقول عليه دلوقتي ان الفاعل مش انت، دي ضمير من الضمائر، تمام. طيب يبقى الفاعل ضمير، ضمير مستتر، تقديره ايه؟ مين اللي بينوب عنه؟ انت. يبقى الفعل ضمير مستتر تقديره انت. دلوقتي انت عرفت ان الفاعل بسال عنه بكلمه من، والمفعول به بسأل عنه بكلمة ماذا عشان يرد عليا، وإن الفاعل دايما مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد، وإن المفعول به دايما منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب نشوف القاعدة بقى، نستنتج اللي احنا شرحناه كده. الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، تمام. الفعل ده يا إما ماضي، ماضي نقول فعل ماض مبني على الفتح، يا إما مضارع بنقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يا إما نقول فعل أمر مبني، تمام. بعدها بنناقش نفسنا بقى، بنقول من قام عشان مين اللي يرد؟ يكون الفاعل اللي بسأل عنه بكلمة من، ولا يشترط أن يأتي بعديه مباشرة. أنا جبت لك في الأمثلة إن مش شرط إن الفاعل يجي ورا الفعل على طول، ممكن ما يجيش خالص كمان لما بيبقى الفعل فعل أمر. مثال: يذهب المعلم إلى المدرسة. يذهب مالها؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المعلم، من يذهب؟ المعلم، يبقى المعلم مالها؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إلى حرف جر، المدرسة اللي بيجي بعد حرف الجر اللي انت خدته اسمه ايه؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة،